نعرف أكثر عن شكل أسبوع الوئام العالمي في مصر من دكتور مجدي شاكر الخبير الأثري. دكتور مجدي صباح الخير. أستاذ سارة كل التحية لحضرتك، أستاذ باسم كل التحية لحضراتكم ومشاهدين حضراتكم. صباح النور يا دكتور، منورنا في هذا الصباح. الله يكبر. حياتي ليك يا دكتور. عايزين نعرف من حضرتك بقى شكل أسبوع الوئام العالمي في مصر عامل إزاي واحتفالات المتاحف الدينية في مصر. أنا عايز بس أستاذ سارة عايز حضرتك تروحي عند محطة ماري جرجس محطة المترو وهتنزلي تشوفي أكبر مكان للوئام والسلام والأديان على مستوى العالم. دايما احنا كنا نقول يعني الدين لله والوطن للجميع. عايز حضرتك تعرفي هذه المقوله اين تتحقق، حضرتك روحي هذا المكان. أيوة. اللي بتلاقي فيه الكنيسه المعلقه من القرن الرابع، ودي من اقدم الكنائس اللي موجوده في مصر. جميله فعلا. ثم تجي حضرتك مجموعه من الكنائس الاخرى بيسموها ست كنائس في شارع مهم جدا، ثم تجي عندك معبد عزرا اليهودي من القرن ال 12، ثم تجي عندك اول مسجد في افريقيا وفي رابع مسجد اقيم في العالم الاسلامي ومسجد عمرو بن العاص. اعتقد ما فيش مكان في الدنيا في حوالي كيلو ونص نجد فيه هذا التنوع وهذا الثراء. وبالتالي وجود مصر في هذا الموضوع ده يعني قديمه جدا جدا، واحنا الدوله الوحيده يمكن عندنا كتاب مهم جدا لجيمس هنري بريستد، وراجل مؤرخ امريكي كتب كتاب في 1930 سماه فجر الضمير، لان عارفه حضرتك الضمير هو الذي يسبق الاديان. لو لم تكن الاديان او الضمير مش هيكون عندنا اديان. وبالتالي هذه الفكره وفكره الوئام والتعايش وفكره حتى الالهه في مصر القديمه كان يبقى عندي امون وعندي رعف، دي اله ودي اله ولكن ممكن يندمجوا ويبقى عندنا امون رع او اتوم رعف. وبالتالي حتى فكره دمج الالهه او المقابله بين الالهه كانت عاديه جدا، ما كانش حتى في صراع ديني. وبالتالي مصر طول عمرها دمج الاديان بقى دلوقتي بالظبط يعني. فكان عادي جدا قبول الاخر، وان انا عندي المعبود والاخر عنده معبود مفيش مشكله ابدا، ان انا ممكن اقبلهم اقبل ده واقبل ده. وبالتالي كوئام هي مهم جدا اختيار المتاحف اللي المتحف الاسلامي والقبطي ومتحف جاير اندرسون والفن الاسلامي، وهي بترسل رساله لانها بتستعرض تاريخ الحضاره المصريه من بدايه عصور المصريه القديمه حتى العصر الحديث. لان جاير اندرسون انت عارف حضرتك انه كان طبيب وجه في مصر واستقر، طبيب انجليزي واستقر وعملنا متحف مهم جدا جدا. وبالتالي مصر كل اللي بيجيها زي بيقولوا كده فيها مغناطيس، زي ان بيسموها كده واحنا داخلين نادي الحب بيسموها طامري، طا بمعنى ارض ومري بمعنى حب، فهي ارض كانت احد اسماء مصر. احنا كلنا عارفين كلمه اللي هي ارض السوداء، ولكن عندنا اسم مهم جدا اسمه طامري هو ارض الحب. وبالتالي كلمه الوئام والسلام طول عمر مصر يا دوله الوئام والسلام، ويكفينا فخر ان احنا يعني الجيش المصري طول عمره هو ما كانش جيش معتدي وعمره ما اعتدى على حد، كان فقط لتامين حدود. عمر الجيش المصري ما خرج عشان يغزو ارض او يثور على الارض، لكن كان دوره هو فقط تامين الحدود عندما يحس ان حدوده معرضه للخطر زي ما احنا شايفين دلوقتي. لا احنا حدودنا خط احمر. وبالتالي كلمه احنا طول عمرنا دوله يعني بننادي بالسلام وطول عمرنا دوله محبه لهذا الموضوع. وبالتالي اختيار مصر في هذا الموضوع اختار هذه المتاحف وبعض المعروضات هي دعوه مهمه جدا كل العالم ان احنا دوله من اول حضارتنا الحضاره بتاعتنا قامت للسلام. ويكفينا فكرا ان احنا لم نخرج للحرب الا فقط عندما جالنا الهكسوس، يعني كان عندنا جيش قوي ولكن هذا الجيش لم يتحرك فقط الا عندما غزتنا فكره الهكسوس. بالظبط، للدفاع دايما عن حدود مصر دائما وعن الشعب المصري. يا دكتور مجدي كل شكر لحضرتك الدكتور مجدي شاكر الخبير الاثري على وجودك معنا عبر الهاتف.